النهارده نروح سريعا على فقره السوشيال ميديا وهنبتديها النهارده مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي نشر صوره على تويتر بمناسبه السنه الهجريه الجديده وكتب كل عام وانتم بخير واتمنى من الله ان يكون عام سعيد على المصريين وعلى الاهلاويه واحنا كمان طبعا بنقول لك كل سنه وحضرتك طيب وان شاء الله كل جمهور الاهلي بخير وبسلام. نروح بقى لاحتفال حسين السيد لاعب النادي الاهلي المعار دلوقتي للاتفاق السعودي احتفل امبارح بزفافه او بفرحه وحضر طبعا عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي سواء المحليين الحاليين دلوقتي اللي موجودين او السابقين. كمان نشر لعيبه النادي الاهلي صور كتيره جدا من الفرح وفيديوز كمان. هنبتدي مع وليد سليمان اللي نشر على الانستجرام صوره ليه مع تامر حسني واللي طبعا كان امبارح موجود بيحيي فرح حسين السيد. عمرو جمال كمان نشر صوره على الانستجرام مع احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومصر المقاصه الحالي وعلق وده بقى واحد حبيبي. كمان احمد عادل عبد المنعم نشر صورة مع عمرو جمال وأيمن أشرف ووليد أزارو وقال الحبايب. عمرو السولية كمان نشر على انستجرام صورة مع رامي ربيعة وأحمد حجازي وحسام غالي من الفرح وكمان الجوكر أحمد فتحي حضر الفرح ونشر صورة مع حسين السيد وكتب ألف مبروك يا حسين. كمان نشر سعد سمير صورة مع حسين السيد وكتب ألف مبروك ربنا يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة. عمرو بركات كمان نشر صورة مع العريس وكتب مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك ويرزقك بالذرية الصالحة. مؤمن زكريا كمان نشر صورة مع القناص متعب واللي كان حريص ان هو يحضر فرح حسين السيد وكتب مؤمن زكريا تعليق على الصوره شخص مميز. احنا كمان طبعا اكيد بنبارك لنجمنا حسين السيد وبنتمنى له دايما الفرحه والسعاده وطبعا ربنا يرزقه بالذريه الصالحه. طيب نروح بقى دلوقتي للصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر واللي نشرت صورتين لعلي معلول ولسليف كوليبالي وده كان من مشاركتهم مع منتخبات بلادهم تونس ومالي وعلقت وقالت كوليبالي لا يتوقف عن التهديف ويقود منتخب بلاده للفوز بثلاث اهداف ومنتخب معلول يفوز بهدفين تهانينا ليكم. كمان احمد حسام ميدو كتب على تويتر يوم 23 هكون موجود ان شاء الله في ورشه عمل مع انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم واتشرف بدعوتي لحضور ذا بيست من الفيفا في لندن في اليوم التالي. وزي ما احنا عارفين طبعا النجمنا محمد صلاح من ضمن الثلاث لعيبه المرشحه لجائزه افضل لاعب في العالم واللي هيتم الاعلان عن الفايز فيها في الحلقه او في الحفله ان شاء الله اللي هتقام في لندن. كمان نروح لصفحه الفيفا على تويتر نشرت صوره للمهاجمين المرشحين للتشكيل المثالي لافضل 11 لاعب في 2018 منهم نجمنا محمد صلاح. قالت من الجوائز الافضل المرشحين للفيفا للتشكيله المثاليه لافضل 11 لاعب بعد تصويت 25000 لاعب محترف من حول العالم 15 لاعب مرشحين لمركز المهاجم. اعلن طبعا عن تشكيله الفايز في حفل جوائز الافضل وحطت اللينك عشان الناس تصوت عليه يوم 24. كمان نشرت صفحة باتش فوتبول على الفيسبوك صورة لمحمد صلاح وقالت انه قرب من ميعاد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري ابطال اوروبا او كتبت كمان 8 ايام بتفصلنا عن انطلاق الشامبيونز ليج. نشرت صفحة رسمية لنادي برشلونة الاسباني باللغة العربية على تويتر صورة لميسي وسواريز وكوتينيو وعلقت وقالت عشاق برشلونة في كل مكان طاب يومكم بكل خير. نشر كمان الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صورة على الانستجرام من مباراة فرنسا وهولندا امبارح في دوري الامم الاوروبية فاز فيها فرنسا 2-1 وكمان احرز مبابي هدف وكتب واحدة من أروع الليالي في ستاد دي فرانس. كمان نشرت صفحة 433 على الفيسبوك فيديو للعيبة فرنسا وهم بيحتفلوا بكأس العالم امبارح في ماتش هولندا وكتبت لاعبو فرنسا يقضون وقتا ممتعا مع كأس العالم. ركزت طبعا على كانتي. تعالوا نروح نشوف معاكم الفيديو ده ونرجع تاني. الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الأسباني على تويتر احتفلت بمرور 13 سنة على الظهور الأول لقائد الفريق الحالي سيرخيو راموس مع الفريق وكتبت 13 سنة على ظهور راموس الأول مع الفريق 19 بطولة
76 هدف و568 مباراة. دلوقتي معنا مع فاصل سريع ونرجع إن شاء الله نستقبل ضيفنا الأستاذ عبد اللطيف إسماعيل الناقد الرياضي.